مرحبا، كيف حالك يا حلوة؟ منيحة. اليوم ايش اسمك انتي؟ نور. يلا خلينا نظبط الضوء، نلبس النظارة اشوف. شطورة عشان ما يجي الضوء على عيونك. ممتازة، بطلة. هاي المراية تبعتنا، تبعت الاسنان. خليني اشوف كم سن عندك. واو ما اشطرك. 10 فوق و10 تحت، يعني ايش بتعرف؟ واو شو شاطرة، بطلة، كثير ذكية انتي، شطورة. اوكي، هلا في شوية سوس في اسنانك، ماشي؟ احنا بدنا ايش نعمل؟ نحط اشي هيك عليه عشان ما يزيد التسوس، اوكي؟ بدنا نعمل اشي كتير بسيط. اوكي نور، هلا بدي اورجيكي كيف تفرشي اسنانك، ماشي؟ انت بتفرشي اسنانك كل يوم؟ احنا بدنا نفرشي صبح وليل، بس انا بدي اورجيكي كيف تفرشيهم صح، ماشي حلوة؟ اوكي، فهاي اسنانك بس كتير اكبر من اسنانك، صح؟ وهاي فرشة اسنانك كتير اكبر من فرشة اسنانك، صح حلوة؟ اوكي، فاحنا ايش بدنا نعمل؟ بس تفرشي اسنانك، بدنا نبدأ من اخر سن ورا هون الطاحونة، وبنعمل حركة هيك زي الدائرة، دائرية دائرية هيك على هذا، بعدين نجي هون محل ما بتاكلي هون، هذا هون ومن جوا كمان، اوكي؟ دائرية دائرية دائرية، تعملي سن سن، دائرة دائرة، من هون ومن جوا كمان، وكمان قدام شوي دائرة، وهون من جوا، اوكي؟ وكمان دائرة، شوفي كيف نمشي نطلع هون قدام، وبعدين من جوا كمان، ما تنسي تعملي من جوا. اوكي، اللي عملنا اليوم، عملنا اجراء وقائي، حطينا على اسنان نور الفلورايد فارنش، اوكي، اللي هو بيحمي الاسنان وبمنع التسوس، وهذا يعني شغله كثير بسيطه، بس بنحط الفلورايد على الاسنان وما بيحتاج شيء ثاني. وكمان شرحنا لها عن تنظيف الاسنان وكيف ننظف اسنانها بالطريقه الصحيحه، وهي كمان على اساس ما بصير عندها تسوس. اختصاص تقويم الأسنان فيه تداخل كتير وتعاون كبير مع طب أسنان الأطفال. نحن عادة نوصي بأنه تكون الزيارة الأولى للطفل لعيادة تقويم الأسنان على عمر تقريبا 7 سنين، لأنه في إجراءات وقائية تقويمية ممكن نجريها للطفل بحيث تكون العلاج في مرحلة لاحقة التقويمية أقل تعقيداً، أو ممكن ما يحتاج تقويم فيها. من الأشياء الشائعة اللي ممكن نواجهها بهذا العمر للأطفال هي مشاكل الناتجة عن مص الأصابع وبروز الأسنان العلوية، ممكن فقدان المبكر للأسنان اللبنية نتعامل معها بحافظ المسافة، أو في مرات وجود العضة العكسية للأسنان الأمامية أو الخلفية، واللي بتنتج عادة مرات عن عادة مص الأصابع. ففي تعاون وثيق مع أخصائي طب أسنان الأطفال بحيث أنه تكون العناية كاملة لصحة الأسنان ولإطباق سليم وصف سليم لأسنان الأطفال.